بايرن ميونخ في الوقت الحالي وخسارته مؤخرا اوروبيا امام برشلونه بنتيجه كبيره مع لاعبين مميزين جدا وهجوم بقياده هاري كين، هل تتوقع ان بايرن ميونخ يسير بشكل رائع هذا الموسم مع فينسنت كومباني؟ هل تتوقع انه يؤدي بشكل جيد ام تتوقع التراجع لبايرن ميونخ خاصه بعد الخساره الاخيره امام برشلونه؟ الحقيقه هو ما فيش حد بيحب ان هو يخسر مره او مرتين، يعني لو عدى في النسخه اللي فاتت ان هو خسر، فانا من خلالي من موقعي ده يا كريم انا اقدر اقول لك ان بايرن ميونخ فريق عنيد، هو مش هيقبل ان هو زي ما خسر مره يخسر مره تانية. طبعا انا شايف ان الفرقه هتحسن من نفسها كتير، في انا شايف بالنسبه لي حاليا لما حتى بتقابل مع اللعيبه اللي موجودين حاليا ان اللعيبه دي عندها امل ان هي تكسب الماتشات اللي جايه كلها، لان اسم بايرن ميونخ هو مش مجرد اسم فرقه اوروبيه، لا هي فرقه عالميه وفيها لعيبه محترمه وكان فيها لعيبه كويسه جدا.